وضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية عقدت جلسة حوارية بعنوان الشراكة لنظام صحي من أجل استدامة النظام الصحي بمشاركة شركة أسترازينيكا مصر. وخلال تلك الجلسة تمت الإشارة إلى أن النظام الصحي القوي هو شريان الحياة للتنمية البشرية المستدامة، كما أنه تبنى عليه مجتمعات نابضة بالحياة ويعزز النمو الاقتصادي. النهاردة كنا بنشارك على التقرير ونتائج التقرير، وبصراحة كان في 7 محاور واضحين جدا في احتياج للقطاع الصحي، وفعلا هم بيتماشوا مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي في مصر. واحدة منهم مثلا كان التحول الرقمي أو التحول الرقمي السريع لبيانات المرضى، في نفس الوقت الكشف المبكر، التشخيص المبكر للأمراض، استخدام التكنولوجيا الصحية في البيانات في زي ما قلت في التشخيص المبكر. في نفس الوقت كان بيتكلم على بيلدينج الكاباسيتي او طريقه التدريب والتعليم الطبي المستمر للاطباء، وفي نفس الوقت توزيعهم على مختلف المحافظات. كان بيتكلم كمان عن الحوكمه في البيانات والشفافيه. فاحنا شايفين ان في اوتكم واضح للتقرير ده، هيخدم تحقيق الاستراتيجيه الوطنيه وفي نفس الوقت بيتماشى مع مبادره بدايه. رحله مستمره من العطاء والجهد لخدمة المريض المصري. طبعا احنا متواجدين من سنين طويلة في مصر، اكتر من 50 سنة، عندنا مصنعنا في 6 أكتوبر من تقريبا 18 سنة، دايما شريك استراتيجي لمختلف المبادرات الرئاسية. بس انا شايف ان النهاردة بداية جديدة لمشاريع اكبر واستثمارات اكتر للشركة في القطاع الصحي. طبعا احنا فخورين النهاردة كشركة أسترازينيكا كشركة عالمية موجودة في السوق المصري بقالنا اكتر من 50 سنة، بنخدم كتير من المرضى في القطاعات الصحية المختلفة. فخورين بوجودنا النهاردة في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان برعاية معالي رئيس الجمهورية ورعاية طبعا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء. والنهاردة احنا يوم مميز جدا بالنسبة لنا، لان احنا شهدنا منذ بداية المؤتمر تدشين الخطة الصحية الاستراتيجية اللي دشنتها الدولة من سنة 2024 لسنة 2030، عشان وحملة بداية عشان النهوض بصحة الانسان المصري والاهتمام بالانسان المصري كنواة للمجتمع. الحقيقة شركة أسترازينيكا مشاركة في النسخة العلمية من مؤتمر الصحة والسكان بأكثر من أجندة علمية. احنا النهاردة الحمد لله تشرفنا بوجود معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار في إطلاق تقرير PHSSR، اللي هو التقرير اللي بقالنا أكتر من 2 سنين بتشتغلوا بتعاون ما بين البرايفت سيكتور ممثل في شركة أسترازينيكا وما بين الدولة المصرية ولندن سكول اوف ايكونومكس الولد ايكونوميك فورم، عشان يكون في تقييم للمنظومة الصحية المصرية وللقطاع الصحي على 7 محاور، ويكون في توصيات ازاي المنظومة الصحية في مصر، ايه نقطة القوة اللي فيها، وازاي المنظومة الصحية في مصر تقوم بمسؤوليتها في المستقبل. من ضمن الجلسات العلمية اللي احنا بنشترك بيها كشركة أسترازينيكا جلستين نقاش علميتين، الأولى في الأمراض النادرة والتانية لمحاربة السرطان في أفريقيا. بالنسبة للجلسة الأولى للأمراض النادرة، كلنا نعرف قد إيه دلوقتي ده بقى هوت توبيك، كلنا بنتكلم فيه. عدد مرضى الأمراض النادرة دلوقتي وصل على مستوى العالم لأكثر من 300 مليون مريض، وده رقم يدينا الفكرة قد إيه لازم الجهود تكون موجودة. الحقيقة مصر بتقلق جهود كبيرة جدا، ما بتوفرش أي جهد من هي تنظم مكافحة الأمراض النادرة. وأسترازينيكا بتعتبر نفسها شريك أساسي مع وزارة الصحة والسكان، بنحاول نرسم البروتوكولات ونحط كل السبل لمكافحة الأمراض النادرة.